ناخد نتائج 2003 والترتيب والافضل. 2003 الجوله الثانيه كانت بتتلعب جولتين. المجموعه الاولى الاسماعيلي فاز على الاهلي المباراه اللي شفناها 2-1 بس هدف ما شفناش جون الاهلي للاسف. الاهلي الهدف الثاني جه في الوقت الاخير بتاع الاسماعيلي. انبي فاز على سموحه 2-1 والجونه تعادل سلبي مع الانتاج الحربي. المجموعه الثانيه المقاولين العرب فاز على المصري 3-1، الزمالك على البنك الاهلي 5-0 مش 5-1. كان مباراة في البنك الاهلي. سيراميكا فاز على الاتحاد السكندري 1-0. المجموعه الثالثه دجله فاز على المقصه 3-0 وطلائع الجيش تعادل مع بيراميدز 0-0. الجوله اللي جايه ان شاء الله باذن الله بيراميدز مع غزل المحله، مصر المقصه مع طلائع الجيش، المصري مع سيراميكا كليوباترا، الزمالك مع المقاولين، البنك الاهلي مع الاتحاد السكندري، سموحه مع الانتاج الحربي، والاهلي مع انبي، والاسماعيلي مع الجونه. ناخد الجداول ترتيب. الجداول الترتيب، المجموعه الاولى الزمالك بيتصدر برصيد 6 نقاط، المقاولين العرب الثاني 4، والسيراميكا نفس الرصيد، والمصري الرابع نقطه، مع البنك الاهلي نقطه وحيده، والاتحاد السكندري 0 من النقاط. المجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه انبي بيتصدر برصيد 4 نقاط فوز وتعادل، الاهلي الثاني 3 نقاط فوز وهزيمه، سموحه الثالث 3 نقاط مع الاسماعيلي 3 نقاط ايضا، والانتاج الحربي 2، والجونه في المركز السادس برصيد نقطه وحيده. المجموعه الثالثه، المجموعه الثالثه الدجله المركز الاول 4 نقاط، طلائع الجيش الثاني نفس الرصيد، وبيراميدز الثالث 2، الرابع والخامس غزل المحله، ومصر المقصه برصيد 0 من النقاط. ملاحظ اختفاء مصر المقصه السنه دي، مش موجودين. لا ما هو المشكله اللي حصلت دي يا كابتن، والشركه والاستثمار والكلام ده اثرت بشكل كبير جدا على قطاع الناشئين، ولغوا بعض المواليد. كنا دايما بنشيد ببيراميدز يعني. اسف.